وصلنا نحن وياكم غير موجي، واليوم حديثنا رح يكون عن الراحلة الباقية دائما فريا الكريم. مين كتب لك زوزو ماكار هون؟ ريتا. ريتا خوري. ريتا حبيبة قلبي. مثل ما قلنا رح نحكي عن فريا الكريم، أكيد مش اول ناس عم يعملوا لها تريبيوت نحن، الناس كلهم بيعرفوها، كلنا بنعرف فريا الكريم، هير كارير كيف بلشت بالموسيقى بالغنى، اكيد كمان بالكوميدي اللي كانت تعملها، الكوميديا اللي كانت تعملها، وحتى بالتقليد. ظاهره لا تتكرر. ظاهره لا تتكرر، صح، وصاروا من القليل، يعني بتزعل على انه عم بيروح ناس منيح بس ما عم يجي حدا بيقدر عندهم هالتالنت اللي عندهم، يعني تاني اعتبرها مالتي تالنتد بيرسون، يعني ما عندها بس موهبه وحده غير الغنى، التمثيل، تحكي مونولوج، يعني لحالها تطلع تحكي تسلي العالم، تقلد الناس، كانت معروفه فيهم. نحن عندنا كليب صغير رح نحطه، رح نجرب قد ما فينا ما نحكي عن فريال، نقدر نحطها تحضروها تسمعوا الاغاني تبعها، عندنا كليب قصير عنها عم بتقلد، نحضره مع بعض. تتحير والشارع غريب، تجي هيك البنت من بيت العتيق، وإلا انطريني وتمطر عالطريق، أو يروح وينساها وتتبلبش بيه. وعيون الشتي ملقانة يا حبيبي، خلف الصيف وخلف الشتي. يعني ولا أهضم ولا أهضم تحضروا ولا يعني ما لك عين تقط شو كنت للفيديو، ما لك قلب، يعني بدك تحضره كله وتحضر عين كله هون والقلب. ما هي القلب والعين زيت شيء. ايه اوكي، بس إيه؟ بهيدا المثل مش مزبوطة يعني، بس انه رح مرق لك اياها. انت اليوم جوزيف بدي خبرك شيء، جاي انه انت اعلنت الحرب، لا على مين عم تعلن الحرب يا اخي؟ بده يعادي كل الناس، بده يعادي كل الناس، اترك لك صاحب عندك بالفيوتشر بس انا. أوكي. انت صبيه، انت بالقلب. يلا ثاني محطة بنكمل بعد؟ يلا نحضر بعد فيديو؟ اكيد نحضر مع بعض. Oh,
معقول الاصاله موجوده بكل عمل كانت تعمله؟ يعني بكل شيء ما في شيء بتقول عنه فاشل. في لزة انت وعم تحضرهم يعني حسب قد ايه سرقتي عليهم وقت وبدلك عم يعني تنبسط بعدها بترسم الابتسامه ومعك حق باللي قلته انه ما عنا بقى مثل فريال كريم. هلا في كتار طبعا صبايا شاطرين وعم يشتغلوا الكوميديا هي باكج اللي كله عم نحكي موسيقى او كوميديا وكل شيء وتمثيل وهيك بتلاحظ صارت قليله تلاقي هيك يعني صار في رولا شمية انا هيك كمان بلاقي في عندها شيء بس لازم تعمل شيء هيك مثل ما فريال عملت وحده بس فريال كريم انا ما بدنا نشبه حدا لا بس كمان مثل ما قلت يعني صح في عندك سم ارتست عم يجربوا في اشخاص بيضحكوك يعني بس هي باكج اكبر يعني فريال كريم نعتبرها يعني يتكرر. كيف بدي اقول لك مايكل جاكسون بيعتبروه للبوب ميوزك انه هو ذا ليجند بركي فريال كريم هن بياخذوها كايدل لالون ليقدروا كوميديا وموسيقى الغناء بنكمل فيديو او بدك تسمع من عندي دي جي سيت شو عندك شو انت غني لها هون اكيد عندنا اغاني بس عم فكر نكمل فيديو يلا نحضره بالاخر نسمع من عندك اتفقنا نحضره يعني هول النظرات وهول القصص اللي كانت قبل هلا بنشوفها يمكن هي هذا شيء قديم كانت يعني فيها جرأه فيها بكل شيء عم تعمله كان في جرأه يختلف عن الوضع هلا يعني وكانت من اول الناس فيك تعتبر انه هلا صار عندنا ما في اشهر منهم واكثر منهم بياخذوا الغنيه بيرجعوا بيعملوا لها كوفر يعني بيرجعوا بيغنوها بطريقه ثانيه هي كمان كان عندها اياها من اول ناس يعني كانت تعمل كان عندها كانت تعملها بقالب مختلف جدا صح ويتطلع كانه لها صح صح رح نسمع غنيه بدك تسمي لي اياها ما بعرف شو طب صير وعندي زعيم ايه مش عارف شو كيف ما عندنا يا فيديو هيك قولي له وعندي زعيم ضحكي ولا بسكتي له سكتي له وعندي زعيم يا للو يعني الغنية نقيتها عظيمة غنية في شيء من الدنيا هيك كمان ما بعرف بس ناس كثير اغاني غنتهم بالدنيا هيك كثير مجموعة كبيرة قد شو كانت هالشخصية اللي لا تتكرر بالدنيا هيك فظيعة صح يعني هلا بالاخر رح نحضر رح تسمعنا الموسيقى تبعها اخر فيديو عنا عم بتمثل يلا اكيد الدنيا هيك بشاويش سبنادي هلا بشاويش افندي مش فارقة معك كنت بعت رجالك ياخذوني قبل ما اعمل مانيكير وبديكير وساوي شعري يا انا مطالبك لما قبلتي مش لما قبلت التلفزيونية والله افتكرتها مقابله على الهواء انا حبيبي ما فيني اقابل رجال غريب اذا معك عامله مكاجي اتفضلي اقعدي عندك انت هون العروس في بيتنا شخصيا يا هي حضرتك اللي كنت مستاجر الاوضه اللي جوا
ودافع أجار سنة سلف، وإذا ما عجبكم تفضلوا ادفعوا لي 6 سنين تعويض، بطلع على طول. 6 سنين تعويض. الله ما يوفقك يا خالتي، لا لما أجرتيها الأوضة اللي جوا، لا إذا غبنا يومين بس قلبتي نظام البيت من نظام حر لنظام شر. ما بدي أكل. كول حبيبي كول، على بكرة ما تسم بدنك مش هتروح على شغلك مرتاح، وانا وحياتك مستعده رجع لك النظام للبيت وخلي لك اياه مثل الجنه. كيف بتسمحي لنفسك تتدخلي بين الرجال واهل بيته؟ مين الرجال؟ انا الرجال. طورني ولا انتبهت وحياه ضلتك انا شو ما انا ما باكل بس انا رجال البيت. بس لحظه، انت مين بتكون حياتي؟ انا مدامته. ما انا كمان مدامته. هيدا بيت جوزك، تفضلي تعالي برا. لا حبيبتي، لا 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 تعيطي صوتك ابدا ابدا ابدا، هذا بيت جوزه وابن عمي كمان، اذا بتريدي تفضلي ارجعي لبيت اهلي. فيك شو بلا ادب؟ اذا بتريدي انا ما لا لا فهموا لا 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 لحظه، قال لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الضايع. فهمتي؟ فهموا. ولا اهضم ولا اهضم. ايه دعانا لازم تنحضر كلها، نرجع نحضرها كلها. دعانا كثير عن جد. هاي حلقتنا ان شاء الله تكون حبيتها اليوم. ايه ثانك يو. اليوم مش سهل يعني. اكيد المشاهدين تكونوا حبيتوها، انبسطت فيك وبرجع بشوفك انا بعد شوي. اكيد جون، اكيد اكيد بعد تيجي التوب اكيد بعد شوي مع ضيفتك. هلا نحن وياكم رح توقف، ما تنسوا تبعتوا لنا الصور اللي قلت لكم عنه، مسابقه شهر رمضان من اسرة عالم الصباح على رقم الواتساب 03010533. اي صوره لمعلم سياحي لضيعتكم، لمدينتكم، لمنظر حلو من شرفاتكم. وطبعا الجائزه هي 2 تيكت من نخال ترافل للسياحه والسفر على قبرص بافوس. ألف مبروك. نهار الثلاثة بنعلن عن اسم الرابح، رح يكون في تقريبا 15 اسم رابح خلال شهر رمضان المبارك، و 30 تيكت سفر من نصيبكم انتم من خلال الصور يلي عم تبعتوها. وما تنسوا كمان جولة أسرة برنامج عالم الصباح على كل الجمعيات لنعيش نحن وياهم فرحة هالشهر الفضيل. بريك وبنرجع معكم للمتابعة، خليكم معنا.